اخبار اليوم. اخر حضرتك من الاول بقى. زكي سليمان جيت الغردقه هنا من اكتر من 20 سنه. من اكتر من 20 سنه اشتغلت في بيزنس صغير لحد ما ربنا كرمنه وزي ما انتم شايفين كده البيزنس بتاعي الحمد لله كبر. تمام. السياحه في الغردقه هنا عامله ايه بالنسبه لك كصاحب محل؟ هل بدات تنتعش ولا لسه؟ بعد ما طبقوا الاولم كلوزف على الغردقه احنا في النازل ما بنطلعش، مفيش حد بيطلع، كله بينزل بقى في هبوط. ده بيعكس عليك في ايه الام كلوسي؟ على كل اصحاب المحلات في الغردقه. على كم عماله لا يستهان بيها كتير جدا. واخد بالك؟ دي حاجه. ده الحاجه الثانيه بقى ان كل صاحب محل كل سنه بيزيد ايجاره من 10 ل 20%. ولا يستمر لما يجي غيره ياخد المحل. فدي برضو حاجه مؤلمه بالنسبه للسياحه، ياخد يعني صاحب الفندق واكل 3 ارباع ايراد المحل. يعني صاحب المحل لو لقى ربع الايجار اللي بيدفعه بيحمد ربنا وبيفضل قاعد. لحد ما بتبقى ايه؟ بتبقى اوفر او بيضطر يسيب. في ناس كتير بتاخد الكلام ده. انت بتتعرض يعني لبلطجه يعني بالفيديوهات اللي انت وريتها لنا قبل كده؟ من 2012 وانا متعرض، من 2011 من ساعه الثوره وانا متعرض للبلطجه دي. ده بسبب ايه بقى؟ ما بينكم اصحاب محلات ولا لا للاسف زي ما تقول كده. لما تتفرج على الفيديو هتشوف اكتر وتوضح الامور اكتر. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما بتبقى فيه منافسه طبعا غيرك مش عايزك تشتغل. يعني بص على الفيديو حضرتك، غيرك مش عايزك تشتغل. ده بسبب ايه؟ محل صغير مثلا 10 15 متر ولا 20 متر وفارد في الشارع قد المحل الكبير مثلا 3 4 مرات. طب ما ده كلام ما ينفعش. المحلات بندفع عليها ضرايب، ندفع عماله، ندفع عندنا استهلاكات كهرباء، عندنا حاجات كتير التزامات ما نقدرش، مبيعات، كل الكلام ده بيدفع شهريا. طب نجيب منين بقى لما يبقى محل صغير ومفرش في الشارع 20 30 متر ومفيش مرافق؟ في شرط مرافق تقول له ممنوع. مفيش لما نتعرض للبلطجه ونوريهم الفيديوهات دي للحكومه يقول لك طب هنعمل لك ايه؟ ده كلام كسروا محلك يعني؟ كسروا لي محل اكتر من مره. والكاميرات المراقبه اللي انا حاطها عندي هي اللي بتصور الكلام ده، مش انا مصوره. يعني مش انا ماسك كاميرا ومصوره، لا، كاميرات المحل كلام كاميرا ثابته، انا معرضه للكلام ده. ويا ريت الكلام ده يتشاف للمسؤولين عشان خاطر برضو انا تشال بقى الكلام البلطجه ده بقى من المحلات. انت فيها حضرتك دي اسمها ايه المنطقه ديت؟ او دي التعديات دي في منطقه ايه؟ مركز سياحي، مركز جنوب مجاويش، منطقه جولدن فايف ومجموعه القرى لحد سهل حشيش. المكان اللي انا فيه بالظبط مصور ماركت ريمي فيرا، قدام قريه ريمي فيرا بجوار قريه لاند. دي المنطقه اللي انا فيها اللي ما فيش حكومه بتيجي فيها نهائي. نهائي. ولا دوريات ولا في تعيين خدمات ولا. وبعدين ايه لما بتعرض لمشكله عبال ما تيجي الشرطه هنا حلني. الله اعلم بقى، ممكن يجي ممكن ما يجيش خالص. يعني على الرغم من البلاغات وتبلغ ان في مشكله ما موجوده ولا حد بيسال غير بعدها بثلاث اربع ساعات، تكون حتى اللي بيموت مات ولا حتى اللي ما انت نادي. شكرا.